إلهي بجاه الأنبياء ملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنوّر بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علما يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة يا رسول الله تصريف أني كل لشر بحقهم وشر لذي شر من إنس وجناتي بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من لا صلاة وتسليم ورضوان نون استجيب إلهي مناجاتي. إلهي بالأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة.